السلام عليكم متابعينا الكرام. بعدما اعتقلت المصالح الأمنية نادية المراكشية هي وابنتها القاصر بسبب الفيديو المثير للجدل الذي نشرته الفتاة نهاية الأسبوع الماضي والذي تضمن شتائم بذيئة موجهة للمغاربة، وبررت الفتاة سبب سبها للمغاربة بكونهم لم يقدموا لها يد المساعدة هي ووالدتها وأختها في ظروفهم المادية الصعبة، بعدما حاولت استعطافهم وتوعدت بكلمات بذيئة مؤكدة أنها لا تخاف أبدا من السجن لأنها عاشت ظروفا أصعب منه بكثير. أفرج عنها في نفس اليوم وخرجت باعتذار هي ووالدتها للمغاربة عن السب والشتم التي قالت في حقهم، وتدخلت جمعيات حقوقية بحضور نزار السبيتي. سأترككم مع التفاصيل في هذا الفيديو. خرجت بديك الهضره، حيت ما عندي لا حنين لا رحيم. مولك راه جا دق عليا قال لي بنتي لما خلصتيناش غادي تخرجي في حالتك. شفت انا تاثرت بنادا حسي، تنقول شوفو كديري لها الشان المرشان، وشوفو كتهضر معاها، وشوفو كتدلو يشكرو فيها، وشوفو الروج اللي دايره، وشوفو الدار اللي دايره، وانا في رمضان بغيت غير زعما بحال ما نشرب، ما لقيتش لي وقت معايا، ما لقيتش لي فهمتني. تنقول مع العار الله يخليكم يا جند داك الفيديو، انتم اللي كيف خدتي لها جمره، تقول ديروا غير صدقه غير حطوا، وانا دخلت قلت لكم غير حطوا يدوس وتعاونوا معايا حتى انا ما عندي لا حنين لا رحيم. جريمه الملك بوحدو الله ينصرو، وقالت لي غندخلك للحبس. جمال الصوارت عنده هو اللي كيحكم في هذا البلاد، هو دابا حنا الاولى. لا ويدا تسيب كبر منك بلاتي اول حاجه نفسيه لي صعيبه بزاف، وتقول لي رئيس جمعيه حقوق الانسان غيهضر شخصيا. الله يرحمني، انا حقوقك واقف معايا، واقف معايا الناس. هضر سيدي. شنو سمعي بنتي وداد، ما تبقاش تسبي شي حد، واللي سبك انت واحد. انا حتى واحد. اسمعيني ما تعصبيش، ما تعصبيش. دابا انت الدم ماشي عليك، الدم على الناس اللي سبوا الناس واحد اخرين، وانت جيتي نقلتي منهم هذيك المساله. يعني الا غنتكلموا على بنتي خاصنا نتكلموا على ناس اخرين. هذيك السيده اعتذرت للمغاربه والمغاربه قبلوا الاعتذار ديالها، اذا انت بقى قاصر. يعني وانا اش قلتها استاذ، انا ما قلتش لك كلمه العيب، انا داك الكلمه قلتها باش ترى تصفي وتر تعاون، حيت ما عندي لا حنين لا رحيم، لا عندي حتى واحد يوقف معايا، حيت انا شتاق استحمرت المغاربه وما تشدتش في الحبس وما وقع لها والو، بالعكس ما زادت قناة الطلعة. يعني القانون اللي تطبق عليها انا خاصو يطبق عليا لا اقل ولا اكثر. حنا ما بغينا لك لا انت لا هي. اسمعيني بنادم تيخطأ، اسمعي خطأ نطلبوا الله، الله يسمح لينا كاملين، حنا كاع تنخطأ ياك. غير الانسان ما يجيش يسبك لانك انت ماشي ولي الامر ديالك.